القمة العالمية للحكومات اليوم منصة عالمية تجمع قيادات الحكومات من مختلف دول العالم، مشاركة الأفكار والآراء والمقترحات في استشراف حكومات المستقبل، وأيضا تبادل أفضل الممارسات الحكومية. عندنا اليوم ضمن فعاليات القمة العالمية حكومات المنتدى الخدمات الحكومية اللي يركز على مشاركة الأفكار في تصميم خدمات المستقبل، تصميم خدمات تعتمد على التكنولوجيا واستغلال التكنولوجيا بطريقة تسهل على الناس تجربتهم في الخدمات الحكومية، تقدم لهم خدمات شخصية، خدمات استباقية تبسط حياتهم وتجعل جودة حياة المجتمعات أكثر سعادة. اليوم نحن في حكومة دولة الإمارات حققنا قفزة في تحويل الخدمات إلى خدمات استباقية. عندنا أكثر عن 300 خدمة تحولت إلى خدمة استباقية. عندنا اليوم في الهوية الرقمية اللي هي اليو اي باس، عندنا تقريبا ما يقارب 4 مليون متعامل يستغل ويستخدم الهوية الرقمية للدخول إلى الخدمات الحكومية والوصول إليها وإتمام الإجراءات. ولله الحمد تقريبا وصلنا إلى 90% من المتعاملين يفضلون استخدام القنوات الرقمية لإتمام الإجراءات الحكومية اليوم في دولة الإمارات.